قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. رجل كينيث هيجن تعلمت من هذا الشخص الكثير، كل حياته وتعليمه. قال: أنا دماغي أنشف من الصمام، أنا بحط في ذهني أني هعدي الموضوع، أني هعديه، مفيش احتمالية فشل. مع أن هو نفسه بيحكي أنه مامته وجدته كانوا أبطال في القلق، بيقول عليهم تشامبيونز، حالة قلق، قلق أبطال من في القلق وشدة الأعصاب. لكن أول ما بدأ الروح القدس يشتغل، قال طبعا اختلف الوضع، قال عامله زي بالظبط كده ما في مكنة أيامه هو، المكنة دي كانت بتتحط الهدوم فيها تعدي ما بين بكرتين عشان تتعصر. فقال بنبص على المكنة دي نلاقي القماشة طلعت لسه محتاجة تاني، تدخل تاني جوه المعصرة دي وتطلع تاني، لا دي محتاجة تنشف تاني لتدخل تاني. قال هكذا الروح القدس بيتعامل مع الإنسان، ما فيش حاجة اسمها هنتخطى الدرس ده، لازم نعديه، لأن حياتك مرتبطة بطريقة تفكيرك، بتزعزعك أو ثباتك في الموقف. عشان كده كل ما الشخص بيتحط قصاد الكلمة ويسمح بيها بتدريبها ويستعملها صح، اللي في ناس بتقراها فقط للقراءة، في اللي بيحضر خدمة عشان كده بيقراها، وفي اللي بيدرسها فقط إن هو خايف لحسن يقع في إلامة، كل ده مش بيفيد. يستعملها صح لبنيانه، فبتدي الشخص يتعلم الكلمة. في التسلسل الأولى حاطط شروط، من هو الذي يستعمل الكلمة صح؟ مش وقتها دلوقتي، لكن كمل معايا عدد 12. لذلك بناء على الطريقة اللي قالها فوق، إن الواحد يحط نفسه في الصبر، ده تلخيص الأعداد اللي فاتت، يحط نفسه ونحاضر بالصبر، نستمر في الموضوع للنهاية، وما ننساش التشجيع الذي يحتوي تصحيح وتوبيخ وتدريب، لأنك لو أنت أحملته أنت بتلفظ نفسك من علاقتك مع البنوة بتاعت الرب. ما فيش حاجة اسمها قبلت الرب عشان أروح السماء، قبلت الرب قبلته كباكج كاملة على بعض، وإلا يسوع لم يعد رب على حياتك بعد. يبتدي الشخص يستلم الموضوع بكامله، يقبل التصحيح ويقبل الشغل عليه، يبتدي يسمع للصوت ده اللي بدأ الروح القدس يتكلم نتيجة إن الكلمة بدأت تدخل في ذهنه. أستغل وقت صح، يبقى هقفل الفيسبوك دلوقتي، هقفل الحاجات اللي عمال أتفرج عليها دي، هقفل اليوتيوب دلوقتي، أنا هحط لأ، هقول لأ لجسمي، هتحط دلوقتي قصاد الكلمة، هدرسها دلوقتي، أنا هتحط قصاد الكلمة دلوقتي، أنا هاخد ساعة صلاة بألسنة، هلزم جسمي. فبالتالي الشخص مش بيحط نفسه أو ينتظر رب يعملها له، هو لازم يحط نفسه، وإلا دون أن يقصد بيحط نفسه أنه هو مش ابن من هذه اللحظة في صعيدة. شكرا ليه؟ كل ابن يقبله، هو بيقبله كابن ولا بيتولد منه كابن؟ ده دليل الناس ثابت الرب ورجع التاني، بدأت تصحح مسارها. يؤدب كل ابن يقبله، يعني الشخص ده تاب عن عدم قبوله للتصحيح ورجع قال له أنا غلطان، أنا بقبل التصحيح. عشان كده الأصحاح اللي بعده عبرانيين 13، احنا هنا في 12، في 13 بيتكلم ان لازم تخضعوا للرعاة. اذا هو بيتكلم عن الرب في 12 في عن طريق الرعاة، في عبرانيين 13. عبرانيين زي ما قلت قبل كده معقد، وليس الاصحاحات بتاعته تبان انها سهله، لكن هي محتاجه تتفهم، محتاجه استناره عشان تفهم. نكمل. فبيقول كونك اشتركت في التدريبات واستمريت فيها للاخر، هتبتدي تشترك نتيجه بقى، ثمر سلام، حاله من الهدوء، لا تتزعزع. ودي كأنه كلمة تانية من ناحية عدم التزعزع، اللي هي السلام، حالة الصلح الداخلي
الأسلاك متوصلة صح، مفيش قفلة، الفكرة ماشية صح في الخرطوم بتاع الأفكار، ماشية سليم، وعارف كويس جداً الشخص رايح على فين، وعارف إيمانه ماشي إزاي، لأنه الأمور متركبة صح. عكس ما يكون شخص أفكار عاملة زي الدوشة في ذهنه، مش العلاج ان حد يصلي لك ويحط ايده عليك ويصلي لك عشان ذهنك يهدأ، وده معظم الناس بتلجأ ليه. علاجك انك تصحح من الكلمة وتصل لمرحلة ان الكلمة لها سلطان عليك، فلا تتزعزع. انت متزعزع في هذه اللحظة بالافكار دي والدوشة دي، والرب علشان يشتغل في حياتك بيشتغل على حالة التزعزع الداخلي الفكري، وحالة انك انت جواك مليان بافكار متضاربة في بعض. عشان كده في عبرين 13 برضو الأصحاح اللي بعد بيقول جاي الإنسان يستقر ويهدأ ويهدي نفسه في حاجة صح. كل ده مترابط ببعضه من أول عبرين واحد، هو يعني هو رسالة كبيرة شوية. قداسة وبر، ثمر بر السلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية وركب المخلعة. كيف؟ عن طريق إيه؟ أنا دلوقتي عايز أقوم حد إزاي؟ هو بيقتبس من أيوب، قالوا له كده أصحابه، قالوا له بص أنت عرفت تقوم الأيادي المسترخية الركب المخلعة، عرفت لما تيجي أنت حد صححك، مش معنى كلامهم أنه صح، المبادئ بتاعتهم صح، لكن اتهاماتهم لتشخيصهم لأيوب كان غلط، لكن مبادئهم كانت صح. فش كده قالوا له انت كونك قدرت في ايوب 4 اجاب اليفاز عدد 1 التيماني وقال ان امتحن احد كلمه معك فهل تستاء؟ هتتضايق لو احنا قلنا لك حاجه، لكن من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ ها انت قد ارشدت كثيرين وشددت ايادي مرتخيه، قد اقام كلامك العاثر وثبت ركب المرتعشه، والان اذا جاء عليك هذا الكلام الارشاد ارشدت، والآن إذا جاء عليك ذكرت، إذا مسك ترتاع. معنى كده في عدد أيوب 4 عدد 3 ها أنت قد أرشدت كثيرين وشددت أيادي مرتخين. نرجع تاني عبرين 12، عبرين 12 ما تنساش عبرين كتبت إلى كهنة فاهمين الشريعة كويس جدا. عبرية 12 عدد 12 لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. كيف؟ عن طريق إيه؟ الإرشاد، المعرفة الكتابية والتدريبات ويتدرب بها الشخص. يبقى أو إزاي أقوم؟ إزاي أقوم اللي قدامي؟ عن طريق المعرفة الكتابية، كمل معايا، وخلي المستقبل بتاعك عدل، واسمعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. لفظ مستقيمة مش معناها ستريت عدلة، أي ترجمة جابها ستريت فهي ترجمة خطأ. هنا كلمة مستقيمة معناها الأرض ما فيهاش تجاعيد، ما فيهاش مطبات، لأن كان فيه طرق ملتوية كتيرة جدا في الجبال. المهم وهم راكبين على حيوان أو هم ماشيينها ما يبقاش فيها مطبات، فبيعدوا ويبتدوا يخلعوا بعض الحجارة أو يحاولوا يحطوا طين علشان يعلوا المناطق اللي فيها بعض الحفر زي اللي بيسفلتوا النهاردة. فبيقول إيه؟ أنت وماشي في الطريق دوة اصنعوا لأرجلكم، أنت اللي بتصنع، مش يا رب سهل طريقي. ده عكس تماماً الدعاوي اللي الناس بتقولها، اصنعوا لأرجلكم طرق ما فيهاش مطبات، خلي طريقك سلس. طيب ايه النتيجة؟ لكي لا يعتسف الأعرج، الشخص اللي هو بيعرج ده لسه ماشي في الطريق، يعني هو لسه مخفش، بقول ايه؟ بل يشفى، الحري يشفى، لكن وهو ماشي في الطريق هو سبق تصليح الطريق لنفسه
قبل ما هو يخف. ركز في الكلام. سبق وصلح طريقه بنفسه بخضوعه للكلمة. تاني تسلسل كالآتي: حينما يخضع الإنسان الكلمة يجعل الطريق إيه؟ سلس. فهو لسه ماشي وهو لسه بيعرج وهو ماشي نتيجة أنه خضع هيشفى. معنى كده الطريق دوا أنا اللي بصنعه وأنا اللي ببوظه، والأيادي قوموا الأيادي. الأمر مرتبط بإنسان بيساعد إنسان، عشان كده بيقول أنتوا ككهنة قوموا، اللي في وسطكم بيسمع الرسالة دي أهل عبرانيين قوم عن طريق إيه؟ استمروا أن تنظروا إلى رئيس الإيمان وتبعدوا نظركم عن اللي حاصل وتكملوا في نظرتكم رئيس الإيمان اللي بدأ الموضوع وكمل الآخر. إحنا نقدر نعملها برضو، وإنكم تبتدوا تسمعوا الكلمة ولا تتنصلوا منها. مش كان بعدها بيقول لا تعتسر، ما تسيبش، ما تشيلش ايدك، اوعى تستعفي نفسك من الكلام اللي بيتقال. ده اللي بيقوله في عبرانيين 12 بعد كده. فبيقول اسمعوا ارجلكم مسالك ما فيهاش مطبات، ما فيهاش عراقيل لكي لا يعتسف الاعرج، بل بحر يشفى. راح بدا يقول السلام والقداسه تاني: اتبعوا السلام عن طريق خضوعكم للتدريب اللي بيجيب ثمر بر السلام في العدد 11 والعدد 10 القداسة مع الجميع والقداسة. هو دمجهم هما الاثنين اللي هما نتائج، كان يشترك في قداسته عدد 10 ثمر بر السلام، حالة الهدوء الداخلي. الرب بيتارجت بيستهدف النفس الإنسانية علشان تبقى في حالة استقرار لكي يواجه ظروف الحياة. هي دي الخميرة اللي تجعل الإنسان لا يتزعزع. ليس كافي ان الشخص يتقال له لا تتزعزع، يجب انها تبنى في شخصيه الانسان. من ضمن التدريبات الروح القدس يقول لك اتضايقت من الحاجه دي؟ هو الحاجه دي ضايقتك؟ رب بيطلع بره الموضوع يمسك فيك، يقول لك انت اتضايقت من الحاجه دي؟ يبقى الحاجه دي ليها غالي عندك، يبقى الحاجة دي عاملة لك مشكلة، يبقى أنت عندك مستر بيرفكت جواك، مستر بيرفكت متضايق من الناس مش قادر تقبلهم. ويرجع يقول لك أوكي أنا حكمي في الموضوع الفلاني إن هو غلطان أو مش غلطان، لكن أنت تتضايق. روح قدس يبتدي يشتغل على شخصيتك. وأول ما روح قدس يشتغل معاك في أمور هادئة ما فيهاش مشاكل كبيرة، تيجي عند المشاكل الكبيرة إيه؟ جاهز. لا تزعزع. اصنع ارجلكم مسالك مستقيمه لكي لا يعتسف الاعرج بل بالحر يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. ملاحظين بدا يتكلم عن ناس بتخدم ناس، وبيستخدم لفظ زي التلسكوب، بيتكلم عن فحص جيد جدا للناس لالا حد يقع. دي حاله جيش، فالشخص شايف فلان بدا يتعب، انا مش هسكت انا هساعده. لو شخص جه قال انا مش بقبل كلام من حد، مش هقبل غير من اللي بيرعاني بس، الكتاب بيتكلم بنلاحظ بعضنا البعض، بنشتغل على بعضنا البعض. ملاحظين لئلا يخيب احد من نعمه الله. في ناس ممكن تقع من نعمه الله، الاجابه نعم. في ناس بعد ما بدات صح تكمل غلط، وارد. لئلا يطلع اصل مراره ويصنع انزعاجا، يبتدي ناس ثانيه تبتدي تتاثر بقى ويتنجس به كثيرون. لا يكون أحد زانيا مستبيحا كعيس، والذي لأجل أكلة واحدة باع بكريته، فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدون. لأنكم لم تأتوا إلى جبل منموز مضطرم بالنار إلى ضباب وصرام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات. استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به. وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم، استحملوش.
وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد بل قد أتيتم إلى جبل صهيون. معنى كده أن موسى نفسه عدى في نفس اللي هم عدوا فيه من رعب، لكن هو اختار يكمل، هم ما كملوش. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب مرتعد بل قد أتيتم إلى جبل صهيون إلى مدينة الله الحي أورشليم السماويات وإلى ربوات هم محفل ملائكة كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع على أرواح أبرار. إحنا وصلنا مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أو يتشفع أفضل من دم هابيل. انظروا ألا تستعفوا من المتكلم، أوعوا تنسحبوا لما رخص يتكلم، وإلا تبقوا مش بنون، وإلا تصنعوا مشاكل في طرقكم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذا استعفوا من المتكلم على الأرض فبالأولى جدا أن ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء الذي صوته زعزع الأرض. مش كان بتكلم عن التزعزع، الشاهد كله بيجيب الجدر. لا تستعفوا من المتكلم، الحل أن الشخص لا يعفي نفسه من الكلمة. وأما الآن فقد وعد قائلا أني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا، فقوله مرة أيضا يدل على تغير الأشياء المتزعزعة أو قابلة للتزعزع. ترجمات نجيبها الأمور القابلة للتزعزع، المرض قابل للتزعزع، المشاكل قابلة للتزعزع. وصوت رب لما بيخرج من فمك يزعزع ما هو قابل للتزعزع. كما الصنوع لا تبقى إلا التي لا تتزعزع. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى لأن إلهنا نار أكلة. خليني أوضح لك نقطة في الحتة دي. أول ما بتتحد فكريا، أنت قبلت الرب فأنت اتحدت روحيا، لكن لازم فكريا وجسديا يبتدي روح القدس يشتغل في حاجات نيابة عنك، زي فكرة الملائكة. الشخص المجتهد بيقف مع الملائكة كتف بكتف. ترجمات تانية عندهم في المدراش يقول لك كتف بكتف، تلاقيه بدأ يقرب ويبقى حواليه مجمع من الملائكة، بيكتر الملائكة بتاعته فقط بصبره ووقوفه، لأن إلهنا نار أكلة. النار دي بتخرج منك تجاه الظروف والأحداث لو مشيت على التسلسل الأول. بالنسبة للشخص اللي بيقع في إيدين النار دي، أنا بصلي من أجل الرحمة بتاعته. وحينما يقترب إبليس هذه النار الأكلة تحرقه. فقط لو أنت ماشي بنفس السيكونس والتسلسل والخضوع اللي ماشي فيه في الأصحاح دوة، حالة هيبة وخضوع، حالة إن ما أحبطش، حالة إن لا أتزعزع، اتفرج على ايدين الروح القدس في حياتك هتبقى ازاي. الناس اللي جعانه انهم يشوفوا ايدين الروح القدس في حياتهم يتحول الشيء الخارق للطبيعي الى طبيعي، الى ان بعض الناس يفتكروها مش معجزات. ليه؟ لان احنا طلعنا على جو من تفكيرنا تجاه المعجزات بصوره خطا، مما ادى الى تبريد وتقليل وتخفيض معنى المعجزة عند الناس. عشان كده زي ما قلت في السلسلة اللي فاتت، المخفض يوجد شخص طول الوقت يطعن على روعة الكلمة، يطعن على نتائج في حياتك. وفي ناس عندها هيبة يقول لك أنا ما أقدرش أنكر رب عمله، لأن يعني بعض بقايا التعليم اللي قعد يسمعه قبل ما ينشغل في العالم قعدة بارك يا نفس رب ولا تنسي كل حسناته، فيبتدي يفكر في دي بالذات يقول لك انا مش هنسى كل حسنات الرب عمل وعمل وعمل، وحياته في العالم برضه. لكن لما الشخص يحط قلبه بالكامل في الرب ويبتدي يفرح ويهاب ويخضع للكلمه ويخضع لتصحيحاتها وتدريباتها اللي تخص حياته كلها، يجي يروح يقول لك افتح بقك ورن، في شخص يعني يجتهد ان هو يطلع صوته. هو نفس الشخص ده اللي بيطلع صوته في حاجات تانية منبهر بيها، يتفرج على حاجات ينبهر بيها، دموعه تنزل في حاجات من اجل العالم، يجي عند الكلمه دموعه تنزلش من اجل الكلمه.
ودون أن يدري الشخص اللي في الحتة دي وهو متزعزع في الحالة دي، تيجي ظروف الحياة زي ما قلت، البيت اللي مش مبني على صخر، مش محفور جيد، مش معد له جيدا، ما أخدش وقت كافي في البناء، رفع بسرعة، ظهر قدام الناس بسرعة، الناس مش عارفة كواليسه، تيجي الرياح، تيجي الحاجات تجرفه فيسقط هبوط، يكون سقوط عظيم. مش كده الكتاب بيتكلم استباقيا، لازال الشخص لسه بيعرج، لسه ما للاخر الموضوع ما تحسنش، لازالت الاعراض موجوده. لكن الكتاب بيقول ايه؟ لما تبتدي تظبط مخك هتصنع لرجلك مسالك مستقيمه، فلما تمشي وتكمل مشي في الطريق للاخر تشفى. اهتم انك تضع للروح القدس مجال في حياتك، اهتم ان لا تتزعزع. امثال 29 وعدد 21 بيقول اللي بيدلع عبد وهو طفل لما يطلع العبد دوا يطالب بحقوق الابن. جسمك ومشاعرك وحواسك لو انت ما استعملتهاش انها تستعبد ويسيطر عليها، تيجي الايام جسمك يقول لك اي انا عيان، مش هتعرف تقوله لا. لكن لو انت من البدايه بتقول لا لحواسك الخمسه، بدايه من وقت الصلاه، من وقت انك تقعد قصاد الكلمه وتلزم جسمك، لما يجي جسمك يقول لك اي انا تعبان، تعرف تقوله لا زي ما كنت بتقوله لا، لانه تربى على انه يكون خاضع لروحك. لكن لما روحك تبقى مش واخده هي الصداره، مش هي جرار القطر، هي المجروره، جسمك هو اللي بياخد الحيز. والموضوع مش بيحصل في يوم وليله، بيحصل بعد وقت. يجي العبد ده ويقول له صباح الخير، انا من حقي من حقي من حقي من حقي، ويبتدي الجسم هو اللي يتكلم، يبقى له سلطان، مع انه كان في يوم من الايام ده عبد. جسم الانسان هو عبد، ظروف الأرض هي العبد. أما شخص يمشي بالكلمة هي نار آكلة، اللي يقترب ناحية الكلمة نار آكلة. فأول ما تشوف الناس وهي بتحاول تظلمك وتحاول تضحك عليك، أو تسمع كلام سلبي من حد، أنت تعلم جيدا تتصلي، لأن النتائج وخيمة. ده الرب يسوع عمله، ده الاستفانوس عمله، لا يعلمون ماذا يفعلون، لأن هو لو ما عملش كده الناس دي هتتفرم. بيصلي شايف حاجة تانية غير الناس شايفها. الناس عملت سكسك تقول يا حرام، الرب يسوع بتبكوا عليا؟ بتبكوا عليا؟ ايه حالة الثبات الغريبة دي؟ فات من الأوقات الروح القدس قال لي اتعلم من الأسد. مش كتاب بيقول في أمثال 6 اتعلم من النملة؟ برضه بيقول اتعلم من الأسد. قعدت اتفرج على الأسد، فرقع بومب جنبه، اعمل أي حاجة جنبه، هزار، البصة بتاعته فيها ثقة، في حاجة غريبة. مش من قليل الكتاب بيتكلم عن إن رب أسد، وديع كالحمل، أسد في الجرأة. هو ده اللي شفناه في رب يسوع. رب يسوع كان بيتعامل مع الصليب بحالة من إن هو أنا قد غلبت، لسه ما دخلش على الصليب، ثقوا انا قد غلبت العالم. الثقه دي تيجي منين؟ البنى، حاله القبضه اللي بتحصل جوه الناس هي حاله اعطاء قيمه للعيان، وعدم تدريبات مسبقه ناحيه المواقف الحياتيه، وتبدا بامور صغيره تؤدي الى امور كبيرة. نختم بالشاهد ده ونصلي. عبرانيين 10 وعدد 36، هنقرأ من 35. لا تطرحوا ثقتكم، لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيم. فاكر؟ لا تطرحوا ثقتكم
زي ما قلت شخص بيرمي الحاجة وهي جنبه، شخص استسلم يعني. تختلف عن عبرانيين 12 عدد واحد، لنطرح كل ثقل بيتكلم عن حاجة بيرميها بعيد عشان ما يرجع لهاش تاني. الكلمة في اليوناني غير هنا، فيقول بلاش تستسلم، لا تطرحوا ثقتكم. واحد يقول لك خلاص بلاها إيمان، لا تطرحوا ثقتكم. التي لها مجازات عظيم، لها مكافأة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر عشان لما تعملوا مشيئة الله اللي شرحها بعد كده في أصحاح 10 و11 في أصحاح 11 و12، إن صنعتم مشيئته تنالون الموعد. لا تطرح ثقتك ولا تتزعزع، لأن الروح القدس يضمن نتائج. نقف مع بعض نصلي. لا تطرح ثقتك، لا تطرح ثقتك، ليكن اعتمادهم على الرب. جيل يتعلم الكلمة، يفترس أمور الحياة. لغة يشوع وكالب هم خبزنا، هم خبزنا. قد تكون مش عارف إيه اللي جاي، لكنك عارف إن في انتصارات وليها طريقة. الأمر مش بني أرتمي على رب وقال يا رب تصرف، لا، أبطل من الطفل. كنت بتصلي الصلوات دي زمان، دلوقتي تبطل مال الطفل، لازم تبطله عن عند وتقول لا أنا مش هصلي الصلوات دي تاني، أنا ابتدي أصلي صح، هبتدي أشوف الأمور بصورة صح. أنا أعظم من منتصر، أنا الذي في أعظم الذي في العالم، الروح القدس ساكن في داخلي، أنا في مسح القدس، أنا بعرف حقيقة الأمور، روح قدس بيعرفني الحقائق، ولا أحتاج إن العالم برا يعلمني. مركمة تعلمني هذه المسحة عينها عن كل شيء، هي حق وليست كذبا. روح قدس هو اللي بيعلمك، يقول لك للمرض ده ولعبة، وروح قدس نفسه يقول لك الحاجة دي لعبة. هو نفسه روح قدس يقول لك الموضوع ده سهل. هو عمل كده معايا يشوع وقال له بص 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 على الصورة دي، قد وضعت أريحة والملك بتاعها بكل اللي فيها في ايديك. قال له بص على الصورة دي، انا عايزك تبص على الصورة دي، قد وضعتها في ايديك. دول صغيرين قوي 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 لدرجة ان هم عاملين زي رمل البحر في ايديك، صغيرين قوي، مع ان كان فيها عماليق، ما كانوش بس مدينة محصنة، بل كان في داخلها عماليق، ناس من نسل شيطاني بشري. بعد ما يتهد السور دوا يوجد جوه مشاكل تانية. قالوا قد وضعت، قد وضعت أريحة، بص على الصورة دي، ابتدي شوف الأمور اللي أنت بترتعب منها، شوف في ضوء الكلمة، واجهها بالكلمة. قد تكون جربت كل الطرق والفهلوة والأفكار الشخصية والخبرات، آن الأوان تضع جانبا وتطرح كل الثقل الخطية المحيطة بنا بسهولة، وتقف بصبر. إن لم تطرح فلن يكون هناك صبر. المثابرة وعدم التزعزع، أن تكمل إلى النهاية بمثابرة وصبر. وإن كان الكتاب بيقولها، رب يسوع عملها، وكل ما كان الضغط بيزداد عليه كان بيزداد هو شراسة في الصلاة. مخيف هو الوقوع في يدي الرب،
مخيف هو الوقوع في يدي الرب. من يقف أمام إيدين الروح القدس؟ من يقف أمام إيدين الروح القدس؟ وإنت بتمشي مع الروح القدس لا يوجد شيء يمكن أن يعيقك، لا يوجد شيء يمكن يقف أمامك. لا تسمح بشيء يسحبك ولا يشتتك. نفس قوة الله متاحة إنها تخرج من داخلك، المخرج في أفكارك، المخرج في أفكارك أن ترى صورة واحدة فقط. وبشكرك جدا من أجل قوتك وعملك. ليس لإبليس سلطان وليس للعيان قدرة ولا استطاعة. لا تتزعزع، لا تحبط، لا تسترخي. اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. لا يعتسف الأعرج، الأيادي لا تكون مسترخية. أنا بشدد إيدي، أنا بشدد رجلي. إبليس بيشتغل في الفراغ اللي أنت سامح بيه لتعطي الكلمة مساحة. لا فراغ سلطوي في حياتك تاني. لا تسمح أنك تسيب مساحات في حياتك من غير ما تعطي سلطان عليها، تمارس سلطانك عليها. وقتك، مزاجك، مشاعرك، أفكارك، الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر يملكون في هذه الحياة كملوك المسيح يسوع. السيادة، السيادة. لا تتزعزع، لا تطرح ثقتك التي لها نتيجة، لا تطرح ثقتك، لأنكم تحتاجون إلى عنصر الصبر والوقوف على أرضك في الصلاة. قد يكون الأمر محتاج إلى صلوات وصلوات من أجل النفوس. نعم، استمر، استمري. Thank you.
هاللويا. من آدم لك الرحمة، من قدم وأعطى لك هذه المحبة، من بذل وأعطاك بفيض هذه المحبة، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ذخيرة حياتك وانتصاراتك وسلاسة حياتك وسهولة حياتك مرتبطة بارتباطك بالكلمة، مرتبطة أن تستنير في الكلمة. لا يكن في داخلك مرارة، لا يكن في داخلك مرارة تستلفها من ناس تانية لتكن بملفك الشخصي. هذا الإله يجعل حياتك رائعة حلوة بدل ما هي مرة، جميلة وليست فيها تعثرات. وانت ماشي في هذا المشوار هتجد نفسك شفيت وخرجت بر هذا الأمر بصورة إلهية. رب لا يريدك أن تعيش حياة فيها عراقيل، لكن بيقول لك لتقوم إيديك أنت، لتجعل طريقك سلس. ما أروع هذا الإله، عبد رب بقلبك وأنت بتبصله بشكر وحمد. لم يتركنا هنا في ألغاز، لم يتركنا هنا في حيرة، يريد حياة ثبات واستقرار. يعظمك بلطفه ويقدرك لأنه صالح للدم.
لأنه رائع جدا، حلو جدا. ده اللي قاله يعقوب، مشيت وكبرت في السنين مش شايف حد هو تخلى عنه، ولا حد مشي مع هذا الإله واحتاج، ولا مشي مع هذا الإله هم طالعين من مجاعة. لم أرى، وبتكلم بكل سلطان إن ابنه كان سبب في حل هذه المجاعة. اللي مشي مع هذا الإله بيأثر على شعوب كاملة، اللي بيأثر على بلاد كاملة، وبيفتخر بابن يوسف إزاي عمل هذا الكلام كله. يمكنك أن تؤثر على العيلة بتاعتك، على الشغل بتاعك. أنت تصنع تغيير في الآخرين. أترى تتأثر بالعالم لكنك تصنع تغيير في الآخرين. أنت معطي للحياة، أنت معطي للقوة، أنت على صورة آدم الأخير. هذا الإله الرائع جدا، أنت في داخل هذه الروعة وهذا الحب. هذا الإله الصالح، أنت موضوع اهتمامه، تخضع له، تخضع لكلمته، تخضع لحبه وتدريباته، لا تخر. إذا تم دراسة أمور أنت اكتشفت كان فيها تقصير، لا تخر، ما تفقدش عزيمتك. يوجد مستقبل مشرق في ظل عالم مليان ظلام. نعم، ما يضمن هذا وكلمة الله، وترى هذا مطبق حرفيا في حياتك. إلهنا الرائع، بنحبك جدا، نشكرك، أنت رائع جدا، أنت صالح جدا، ليس مثلك، أنت العظيم القدير. شكرا أجل حبك، أجل كلمتك الحية. أو نتهلل بيك ونفرح بيك، أنه ليس مثلك، نعيد بيك، أنت إلهنا، بك ينتصب قلبنا. أشكرك لأننا نضمن ما سيحدث في حياتنا. يمكننا صناعة طرق سلسة، يمكننا القيام في وسط كل هذا العالم اللي بينهار. هاللويا، ما أروعك. أشكرك بابا، قوة الشفاء متاحة، استقبل شفائك، استقبلي شفائك باسم رب يسوع الآن. قوة الشفاء بتسري في جسدك، في جسدك قوة روح القدس. هاي، لا تعترف بما يعترف به العالم. ما تقول الكلمة هي الحقيقة، هي لها رصيد ليتزعزع. هذا المرض قابل للتزعزع، والآن بنزعزعه ونشيله من مكانه. كون صحيح، كون صحيح. نعم، هللويا، هللويا. هذه البيوت اللي كانت خربانة، روح القدس بيجي على البيت ده ويشتغل فيه. نملأ البيت ده بالملائكة، الزوج أو الزوجة بتنفتح عينيه الروحية ويفهم الكلمة، يقبل يسوع. نطرد الأرواح الشريرة من هذا البيت، نضع الملائكة في هذا البيت يعملوا لخلاص هذا البيت. هللويا، نفرح بيك ونعيد فيك، أنت فرحتنا. هللويا، شكرا بابا لكلمتك الحية في اسم يسوع، أمين. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة.
للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.